مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم مرة تانية. وبنوصل دلوقتي مع بعض للجزء الثاني من فترتنا المفتوحة للمرأة المصرية والأسرة المصرية النهاردة، وبنبدأ مع بعض برنامج طعم البيوت. وزي ما قلنا أول لقاء عندنا هنتكلم فيه عن مكتسبات المرأة، يمكن كتير مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكن يمكن المكتسبات السياسية بشكل خاص اللي هنتكلم عنها النهاردة. لكن خلونا قبل ما نستقبل ضيفتنا ونتكلم بالتفصيل عن موضوعنا النهاردة، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده اللي فيه يعني تجميع هامة جدا لأهم مكتسبات المرأة المصرية، وبعدين نستقبل ضيفتنا. تعالوا مع بعض نبدأ لقاءنا دلوقتي أعزائي المشاهدين، وبنرحب بضيفتنا اللي بتشرفنا داخل الاستوديو، الكاتبة الصحفية إيمان الدربي، نائب رئيس تحرير مجلة حريتي. أهلا بيك يا فندم. لا أنا مدير تحرير مجلة حواء. أهلا بيك. تمام. أهلا بيكي، منورة معنا. ويمكن يعني خلينا نبدأ وإحنا بنتكلم عن المرأة المصرية، إنها في الفترة الحالية وصلت لمكتسبات كثيرة جدا، ولكن هي مشوارها طويل وتاريخها طويل في النضال علشان تحصل على وضع سياسي هام جدا. فخلينا كده ناخد نبذة تاريخية عن المرأة المصرية وبداية مشوارها ووجودها على الساحة السياسية. في الحقيقة المرأة المصرية ليها دور قديم وموجود من فترة كبيرة جدا. يعني لو احنا بدأنا، حضرتك شفتي في المعابد الفرعونية هتلاقي ان المرأة محفورة مرسومة جنب زيها زي الرجل بالضبط، هتلاقيها الملك جنبه تمثيل للملكة. يمكن اول ملكة حتشبسوت كانت ملكة مصرية. خلينا نتكلم على انه المرأة في ثورة 19 كان ليها دور كبير جدا. صحيح. اول ما يعني حصل حراك سياسي كانت المرأة المصرية ليها نفس القدر من الحراك النسائي. تمام. كان ليها اراء. الفكرة ان المرأة يعني ابدا لم تكن جانب مهمش، كانت صحيح. دايما ليها دور فعال. يعني لما شفنا كانت سيدة هدى شعراوي تبنت مجموعة من النساء، وكانت دايما كانوا على اعلى مستوى. كان ساعتها في يعني حراك فكري وإنتاج يعني على مستوى العالم كله. فكرة التهميش، تهميش المرأة المصرية مش من طبع ولا أخلاق ولا فكر ولا فلسفة المصري. صحيح. هي كانت صحيح. أفكار دخيلة واردة من خارج مصر. صحيح. بس الفترة دي كان فيها نهضة، كان فيها انتفاضة ورفض للتقاليد اللي كانت موجودة، اللي كانت بتغلق على فكر المرأة. لقينا ان المرأة نزلت في الثورة، ثورة 19، وقفت جنبها زيها زي الرجل ونهضت وطلبت التحرير. الفكرة ان المرأة المصرية دايما ليها وجهة نظر. حتى حضرتك في كل البيوت المصرية بتلاقي المرأة بتدير وبتفكر وليها دخل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. دايما ليها اراء ودايما رائدة ودايما ليها فكر. يمكن انا دايما اقول انه اذا كان الرجل بيدير ويعني ويشارك ويقرر القرارات المصيريه والقوانين، انما المراه كمان ليها فكر ودايما بتركز على تفاصيل خاصه بيها، بالذات في النواحي السياسيه والاجتماعيه. خلينا نقول برضو ان يعني قدره المراه على ان هي تتطور، ويمكن هي بتبقى حلقة الوصل الأساسية في نقل التاريخ والحضارة والتراث من جيل لجيل. نقول إن هي لها أدوار متعددة في المجتمع ومختلفة، ولكن يمكن بشكل خاص عايزين نتكلم عن أهمية دورها السياسي. إيه فايدة إن المرأة تكون متواجدة على الساحة السياسية؟ إيه فايدة المرأة إنها تكون مشاركة؟ فايدتها إن هي تقول صوتها وتقول اختياراتها. ده ممكن يفيد المجتمع ككل بإيه ويفيد المرأة نفسها بإيه؟ بصي هقول لحضرتك حاجه. فكره انك ان المراه تبقى مشاركه في سياسيا، ده بيجعلها تقدر تنقل القضايا الخاصه بيها والخاصه بالمجتمع. تقدر انها تبقى يعني فكره انه هي تبقى مشتركه سياسيا هتبقى جزء من الحراك السياسي اللي موجوده في المجتمع. وده هيأثر مع الوقت في احيانا في النظره التقليديه ليها داخل المجتمع. فكره ان المراه يبقى لها راي، وانه انت اولا كده حضرتك
بتاكدي على تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. صحيح. بتاكدي على انه ما فيش تمييز، فكره البقاء للافضل او للاصلح. بالزبط. يعني هي الفكره الاساسيه مش فكره المراه والرجل مين فيهم، لا فكره مين اللي يصلح، مين اللي عنده قدرات، مين يصلح، مين عنده قدرات لهذه المهمه. صحيح. في هذا التوقيت مين اللي عنده قدرات تؤهله انه يمارس. صحيح. هذا العمل سواء رجل او امراه. صحيح. فكره وجود المراه بيخليها احيانا بيبقى في قضايا خاصه بالمراه بنظره خاصه بيها بيخليها تقدر تنقل هذا للمجتمع. وعايزين نقول يا فندم ان قضايا المراه مش قضايا شخصيه خاصه بها هي فقط إطلاقاً. ولكنها إطلاقاً. في المجمل قضايا مجتمع. صح. وقضيه مجتمع، قضايا مجتمع. يعني بالعكس ده هي بتنقل وجهه النظر الاخرى المكمله لقضايا المجتمع الخاصه بالمجتمع كله. صحيح. مش خاصه لا بالرجل ولا بالمراه فقط. ايضا ده بيدل على انه في ديمقراطيه، على انه فكره انك تربي كوادر سياسيه نسائيه ده بيخليها تنزل للمعترك السياسي. صحيح. وتقدر يبقى لها دور افضل واحسن. لما بنشجع الناخبات على انهم ينزلوا. تمام. ينتخبوا، لما بيبقى في برلمانيه بتنزل تعرض لمشاكل المجتمع وتقدر النهارده بقت في مستوى كذا بكره بقت في مستوى. صحيح. افضل، حضرتك كده بتؤهلي ان يبقى عندك كوادر نسائيه محترمه. بتاكدي على دور المراه داخل المجتمع. بتاكدي على انه في ديمقراطيه وما فيش تمييز. صحيح. كمان فكره انه المراه تبقى موجوده داخل المجتمع بالشكل ده بيؤكد على انه كل القياده السياسيه بتشير وتؤكد دايما على وجود المراه وعلى انها لازم تبقى موجوده وبشكل يؤهلها لانها تمارس عملها السياسي كما يجب. طب خلينا نتكلم عن فكره التاهيل. حضرتك ذكرتي ان لازم يبقى في مؤسسات مختلفه يعني بتساعد في تاهيل المراه سياسيا. احنا عندنا مؤسسات معنيه بالمراه معروفه، ويمكن طبعا على راس هذه المؤسسات المجلس القومي للمرأة، ثم المؤسسات الحكومية العديدة، والمؤسسات برضو المجتمع المدني اللي بتبقى عايزة تؤهل المرأة سياسيا، خصوصا فيما قبل فترة الانتخابات، انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ. فخلينا نقول هل هذه المؤسسات وهذا الدعم وهذا التأهيل هو كافي للمرأة المصرية؟ والله هو فكره. خليني اتكلم على انه المجلس القومي بيساند المراه جدا وبيأكد على دايما بيساعدها كناخبه وبيساعدها كبرلمانيه، ويعني مثلا دايما بيبقى في برامج وتدريبات وتاهيل للكوادر النسائيه. دايما لما بيكون في مجموعه من البرلمانيات بيتم اعدادهم وبيتم عمل برامج خاصه ليهم وبيتم تاهيلهم. طبعا المجلس القومي للمراه بيساند النساء بشكل كبير جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي. ولو اتكلمنا على المستوى السياسي تحديدا، لا طبعا لما بيكون في برامج كتيره جدا بتبقى مثلا انه اختيار قيادات نسائيه. صحيح. ازاي يتم اختيار القيادات النسائيه. لو في مجالس المحليه. لما كان في انتخاب للمجالس المحليه فبيتم تاهيل النساء والكوادر النسائيه لخوض الانتخابات. فكره انه دايما تشعري حضرتك ان المجلس القومي للمراه واقف ورا النساء وبيساعدهم حتى على مستوى، يعني عايزه اقول ان المجلس بينزل لكل الاماكن، للريف، للحضر، للمناطق العشوائيه. تاهيل النساء والكوادر النسائيه بيساعد بشكل كبير جدا على انه يكون المراه تشارك في العمل السياسي بشكل افضل. صحيح. خلينا نقول واحنا بنتكلم عن دور المراه في المشاركه السياسيه، ويمكن يعني نقول ان اقرب المناسبات السياسيه اللي بندعم بقى وجود المراه فيها في الفتره القادمه هي الانتخابات الرئاسيه. فتقولي لي حضرتك ايه هو المطلوب منها، ايه دورها في الفتره القادمه؟ والله يعني انا يعني بعول على المراه المصريه انها دايما هي سباقه لدورها السياسي والانتخابي. دايما بتنزل وتنتخب وليها دور. يعني يمكن انا مش يعني مش هقول للمراه تنزل، لان انا عارفه انها هتنزل. هو المفروض ان هي بتنزل لان هي عارفه دورها. عارفه دورها ودورها. ده هيبقى له مكتسبات هتعود عليها على مستوى الاسره وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدوله كلها. فالمراه المصريه مدركه تماما لهذا الدور، مدركه ان هي تنزل وتختار ويبقى لها دور، وفي كل الأوقات
هي بتقوم بهذا الدور، لانها تعلم جيدا ان كل الامم اللي بترتقي وبتبقى صحيح. افضل لازم بيتم فيها ممارسه العمل السياسي كما يجب. وانه فكره ان انا يعني انا بشوف نساء احيانا بيبقوا مش متعلمات قوي في الثقافه، لكن موهوبات فطريا جدا فطريا بشكل الجزء كبير السياسي جدا. صحيح تلاقيها بتكلم حضرتك يعني تتبهري من طريقه كلامها واسلوبها ووعيها لدورها السياسي. ما احنا عشان كده بنقول لما جينا قلنا البقاء للاصلح، فكره صلاحيه الشخص اللي ممارسه اي عمل بيبقى جزء تعليم مكتسب من التعليم اللي اتعلمه، جزء موهبه فطريه موجوده فيه. صحيح. وده اللي بيخليه متميز عن الاخر واللي بيديله فرصه ان هو يشغل هذا المنصب. صحيح. مش عشان هو رجل او هي امراه، لا. وكمان المجتمع اللي حواليه بيسنده وبيساعده، يعني احيانا تلاقي البيئه اللي موجوده كمان بلس بالاضافه اللي حضرتك قلتيه، البيئه نفسها بتشجع هذا الشخص او هذه المراه انها تكون افضل وانها تؤدي دورها السياسي والاجتماعي بشكل افضل. طب خلينا بقى كده نقول مجمل المكتسبات اللي حصلت عليها المراه نتيجه ممارستها للعمل السياسي في مصر. يعني يمكن احنا شايفين ان نسبه تواجدها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعدد لا باس به طبعا في الفتره الحاليه نتيجه تواجدها، زي ما قلنا هي بتشعر وعندها طبعا دورها بتشعر بالمشاكل اللي ممكن تمس المراه المصريه او يعني خلينا نقول بشكل واقعي الاسره هي يعني هي اكتر واحده بتحس بمشاكل الاسره. صحيح. وهي اكتر واحده بيبقى عندها رؤيه لحل هذه المشاكل. صحيح. نقول نضرب امثله بقى على هذا الموضوع، نشوف ايه اللي قدمته السياسيات والبرلمانيات المصريات لما يعني قالوا افكارهم خاصه بالاسره المصريه. انا هتكلم بس في البدايه انه يعني يمكن من اهم الانجازات هو وجود النساء في مناصب لم تكن موجوده قبل ذلك. يعني فكره ان يكون عندنا وزيره للتخطيط دي ما كانتش موجوده قبل كده، فكره وجود النساء في المجلس في مجالس النيابيه في المجالس في مجلس الدوله ده ما كانش موجود قبل كده. تمام. فكره انه البرلمانيات العدد اللي موجود في البرلمان وفي مجلس الشيوخ طبعا غير مصر. يعني لو احنا اتكلمنا على انه لما بتلاقي حضرتك البرلمانيات بيتكلموا على المشاكل، في الحقيقه عرضهم للمشاكل الخاصه بالمجتمع هي من خلال دورها داخل الاسره، من خلال احتكاكها بالناس اللي حواليها بتقدر تعرض للمشاكل بشكل مختلف. يعني انا يمكن اما بشوف عرض للمراه وعرض للرجل، طبعا الرجال عندهم هي عندها اهتمام فطري اكتر بتفاصيل هي كامرأة وأم، هي عندها اهتمام فطري وفهم ومعايشة أكتر لمشاكل الأسرة والمجتمع. تمام. وهي يمكن بتحس بالثغرات اللي موجودة، الثغرات الأخلاقية والأدبية اللي موجودة في المجتمع أكتر من الرجل. صحيح. وبالتالي بيكون العرض مختلف. صحيح. حتى لو هي نفس المشكلة بس تعرضها بتفاصيل يمكن أكثر دقة وأكثر احتكاك، لأن المرأة بجد المرأة المصرية تحديدا بتقوم بأدوار كتير جدا. صحيح. ولها العديد من المهام. وأنا عايزة أقول أن المرأة المصرية حتى لو هي مش متعلمة خالص بتلاقيها عندها الفطرة نفسها بتجعلها كده سيدة مختلفة، تلاقيها بتدير وبتعرف تتكلم وبتعرف تمارس التاريخ مليان ولادها. التاريخ قدامنا يعني يعني كثير من الامثله. بس فكره وجود برلمانيات وانا بقول انه يعني وجود هذا العدد من البرلمانيات وفي مجلس الشيوخ بيؤكد على حاجه مهمه جدا، على اهتمام القياده السياسيه بالمراه. صحيح. المصريه، وعلى دعم القياده السياسيه للمراه المصريه، وانه لما بيكون في هذا الدعم موجود ده بيؤدي الى كل المؤسسات الدوله. صحيح. تدعم المراه بشكل مباشر لما بتكون راس الدوله حاسه باهميه وجود المرأة في المجتمع، فبالتالي بيبقى ده أكبر دعم ليها. بالظبط كده. فبالتالي بيبقى وفكرة احتكاك المرأة في العمل السياسي بعد فترة هتبقى أقدر، هتبقى الأمور هتتبلور أكتر. يعني إذا كان في نظرة مجتمعية بتقول إنه يعني المرأة كانت غير قادرة على ممارسة العمل السياسي بشكل يعني مثلها مثل الرجل، نتيجة تحجيمها، نتيجة تحجيم أكيد. يعني طبعا للأسف زي ما قلنا إن هو لازم يبقى في تعلم وفي تطور. بالزبط. وفي احتكاك عشان تصل للقمة
وده شيء طبيعي لأي شخص. وهو أنا لما حضرتك تخليني أقدر أنزل وأمارس العمل السياسي وأحتك وأغلط وأبقى أفضل صحيح. في الفترة اللي جاية ويتم التعديل في أعتقد أن ده بيؤكد على أنه هوصل يعني لدرجة عالية جدا، لأنه في الحقيقة المرأة المصرية إذا تبوأت أي مكان بتلاقيها حضرتك بتبذل أقصى جهد وبتلاقي النتائج على أعلى مستوى صحيح. يعني لو حضرتك شفتي في كلية الهندسة هتلاقي رئيس قسم الميكانيكا الهندسية امرأة، هتلاقي طبيبة جراحة في المخ حضرتك على أعلى مستوى، وزير دول الوزير يعني عندنا يعني على رأس الدولة امرأة، ملكات ورؤساء ويعني يعني يعني التاريخ طويل ومليان، هي ما هياش تجربة لسه جديدة هنأكد يعني عليها دي موجودة في التاريخ كله. يعني فكرة هذا الحراك اللي موجود للمرأة بيساندها طبعا على كل المستويات وبيأكد على وجودها صحيح. وعلى أنها فرضت نفسها في المجتمع. خلاص بقى تحصيل حاصل لما يبقى وزيرة التخطيط امرأة، لما يبقى محافظة امرأة، لما تبقى رئيس جامعة امرأة. هي الفكرة ان احنا خلاص بقينا نبص للمهام، نبص لما يعني لما صحيح. تقدمه هذه المرأة صحيح. كلام جميل جدا، وانا بشكر وجودك معانا طبعا اسمر بافكار جميلة جدا، وبنتمنى دايما اعطاء الفرصة للمتميزين من النساء والرجال، لان فعلا ممارسة السياسة دي موهبة. انا بشكرك الكاتبة الصحفية إيمان الدربي، نورتينا النهاردة ومعاكي ومع كل السادة المشاهدين. هنشوف مع بعض بقى تقرير يعني مختلف شوية، هو تقرير فني قبل ما نشوف لقائنا الثاني. المشغولات الخشبية فيها نوع من الفنون الجميلة جدا، خصوصا لما تكون يدوية. ده اللي هنشوفه في التقرير الجاي، وبعدين نرجع نستقبل فقرتنا الثانية.